تكون سبب في العديد من الأمراض العضوية. معنا اليوم البروفيسور عبد اللطيف جنان، الأخصائي في أمراض وجراحة الكلي وكذلك المسالك البولية وأمراض الجهاز التناسلي والعقمة. بروفيسور جنان، صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. صباح الخير مدام حنان، صباح الخير مستمعات مستمعي الكرام، وصباح الخير طاقم لغدي. مرحبا بك معنا بروفيسور. إذا كما ذكرت أن التغذية عندها علاقة يعني غير مباشرة أو لا مباشرة في بعض الأحيان في ظهور بعض الأمراض العضوية. اليوم غادي نتكلموا على أمراض الكلي، مثلا البروستات، العجز كذلك الجنسي اللي ممكن أنه تسبب فيه التغذية. كيفاش هاد العلاقة، شرح لنا بروفيسور جنان، كيف يمكن أن يؤثر أو لا تأثر التغذية على أو تكون عندها علاقة في ظهور هاد الأمراض، خصوصا يعني ملي تنقولوا الكلي كنقولوا الكلية يعني الوظيفة ديالها مهمة في الجسم ديالنا، وكي ملي كنوصلوا للعجز الجنسي ولا المثانة البروستات كنقولوا يعني كيفاش ممكن التغذية تأثر على هاد الأعضاء هذه. تماما مدام حنان، فهو استنادا لريكومونداسيون ولا التعليمات ديال المنظمة العالمية للصحة، توصيات نعم، ولا توصيات وديال الجامعة اللي كتعطي اللي كنتكلم عليها جائزة نوبل في التخصص اللي هي الكامبريدج يونيفرسيتي. فكانوا واحد الملاحظات في الأرقام في العالم، لا في إفريقيا، في المنطقة الحوض البحر الأبيض المتوسط اللي احنا فيها المغرب، أوروبا، في آسيا. فمني انتبهوا لها في الثمانينات ولا التسعينات، فحاولنا نسلطوا الضوء على هذه النقطة باش نديروا لوليا كوزا إيفي، يعني العلاقة ما بين السبب والنتيجة. نعم. وواحد دراسة درنا بها طويلة، درناها في كلية الطب في الرباط، أنا والزملاء ديالي، ابتداء من مقارنة الأرقام اللي كاينة في الرباط وفي المدن الأخرى، حتى في مدن أخرى مغربية، سواء في الغرب المغرب اللي احنا فيه ولا في الشمال والجنوب والمناطق كلها. فحاولنا نشوفوا من التسعينات حتى دابا حتى 2020 على طول 30 سنه، شنو هما التغييرات اللي وقعوا في الارقام ديال 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 هذا الشيء اللي تكلمت عليه مدام حنان في المقدمه ديال الموضوع. فلاحظنا ان بالنسبه للحصى الكلي كنا في واحد الانسيدونس ولا واحد الرقم ديال عدد الحالات المسجله ديال 4% تقريبا، وطلع تدريجيا 13%، دونك بحال اللي هو الرقم تضرب في 3 فاصله. وبالنسبه للفشل الكلوي كان عندنا الرقم ما بين 2-3%، ومن بعد الرقم ولا 9% الناس عندهم فشل كلوي، دونك هو الرقم تضرب في 3، دونك هذا يثير الانتباه صاميلا بيسالوهي. وعدد حالات الاورام سرطان الكلي بالضبط، سرطان الكلي كان عندنا رقم في الاخر التسعينات بدايه الالفينات رقم بسيط، 4 في كل 100,000 الناس كيكونوا 4، دابا وصلنا ل 19 رقم تضرب في 5. وحالات الضعف الجنسي مدام حنان كنت تكلم سيرتو على الثلاثينات والاربعينات، هنا هو فين كتبدا هاد الظاهره، الرقم كان بسيط 7-8%، دابا الرقم كيوصل ل 24 حتى 29%، يعني تضرب في 5 ولا 6. وهنا مدام حنان حاولنا نشوفوا شنو اللي تبدل عند الانسان بصفه عامه وعند الانسان المغربي خاصه، وجبرنا ان اللي دخل تدريجيا في العادات ديالنا هو الفاست فود، يعني ولينا في ظروف العمل ديالنا الاكلات السريعه. نعم، الاكلات السريعه، وكنتناولوا ربما في وسط الاسبوع الى حسبنا عدد المرات، سواء بحال لو غيستو بحال الدار، سواء اكثر تمره كنلقاو راسنا في لو غيستو اكثر من الدار. وهو مدام حنان بالنسبه نبدا بالكليه، فالكليه حساسه لهذه التغيرات. علاش؟ حيت الله سبحانه وتعالى دايره هي اللي غادي تكلف بتصفيه الملح، كنسميو كلوريد ديال الصوديوم، والتصفيه ديال البروتينات اللي كناكلو، والسكر حتى هو. وهاد ملي كنقول غيرت العادات ديالي ديال ولا ديال العادات، لا كونتيتي، الكم والكيف والاوقات، حتى الاوقات ما عندناش. هو الاوقات الى جينا نشوفوهم راه هو سوا اللي بحال اللي كينص عليه القران الكريم، بحال الصوم، يعني اخر وجبه قويه خصنا نتناولوها المغرب. والعادات تاع اوروبا هذوما عادات ديالهم، كيخدم بزاف بالنهار، كياكل بالنهار، مي مورا السبعه ما كيبغيش ياكل. علاش؟ فوالا، حيت الهرمونات اللي ديال الله سبحانه وتعالى في تعاقب الليل والنهار، عليها الصيام كان
مورا داك الفطور خصنا نزيدو بزاف دونك راه حتى بالنهار الا غادي ناكل غنقسم نقسم نقسم الماكله ديالي حسب الوقت اللي كتبرد فيه الشمس. ملي كتبرد فيه الشمس راه عندي بزاف كورتيزول وعندي الادرينالين كيعاونوني في الهضم واني مورا العصر راه خصني نحاول نقص من الماكله نقص بقى غادي وكنقص تدريجيا تدريجيا ما غنحس فوالا بلوس كتحس ان راه غروب الشمس جاي بلوس جو دوا كونترولي الشهيه ديالي. نعم 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 فوالا باش نعاون الجسم ياسيميلي هاي هضمها فوالا وما تبقاش شايطه حيت وقتاش كنمرضوا مدام حنان ملي 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 عدد الشيء اللي كناكل وداك الشيء اللي غادي ندير في البروز وفي الغائط وفي البول قليل والباقيه كتبقى لي كثر فإلا إلا كيوقع لي بالضبط الظاهره اللي تكلمنا عليها انا وياك واحد الوقت ستريس اوكسيداتيف كيما هو الضغط على النفس ديالنا وكنعياو حتى الخليه عندها لو ستريس ديالها هو لو ديبو الى 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 ترسب فيها اكثر من اللازم ديال هادشي اللي تكلمت عليه بروتينات الملح الكلورور والاحماض الدهنيه والسكر الى كثرنا عليها كيوقع فيها الصداع بالضبط لاغوي والصداع كيهرس لها كيهرس الخليه ومني كتهرس هنا كيبدا يبان هادشي اللي تكلمت عليه في الاولى ديال هكا كيبان تدريجيا من الناحيه الميكروسكوبيه حتى كنوصل لتكون ديال سواء الحصى ولا ندخل في الفشل الكلوي حيت الكلوى صافي بحال اللي نقولوا رابط باش نحافظ عليها سنين تمشي معايا حتى 80 ولا 90 عام تاعي باسكو عطيتها اكثر من الطاقه ديالها. وهنا مدام حنان فاللي بسيط المواطن الا بغى يعرف الارقام راه كاين لو سيت ديال الاختصاص ديالي ديال المغربيه الحمد لله لجراحه الكيلو المسالك البوليه ودايرين المقدار الناس يمكن لهم يطالعوا ما غندخلوش كما قلنا في الكواليس في لي ديتاي فكاين الجزئيات بحال دابا مثلا الملح ما خصنيش نفوت جوج غرام في النهار وانا نسبه الكلورور اللي غناكل في التغذيه ديالي راه اي ماكله كناكلوها الانسان يستاند غير جوجل ولا لو سيت ديالنا راه كنعطيو نصائح ديال الجمعيه المغربيه لجراحه المسالك البوليه ما نفوتش انستغرام وبالنسبه مدام حنا بالضبط البروتينات شحال خصني ناكل وما ناكلش كنشوف الوزن ديالي فكنقولوا كنقولوا 1 غرام كيلو جوغ يعني مثلا الى فيا 70 كيلو راه ما خصنيش نفوت 70 غرام ديال البروتينات والى فيا 60 كيلو ما نفوتش على حسب الوزن ديالنا حسب الوزن ديالي كنقول 1 غرام 1 غرام في الكيلو الى 1 غرام البروتينات في كيلو الجسم ديالي دونك الى انا واصل غير 60 ما نفوتش 60 غرام الى واصل 75 كيلو في الوزن ديالي ما نفوتش 75 غرام هادشي اللي كاين وكاين نسبه ورا الدهون اللي بيان سور كنحتاجوها من الافطار وشويه في الغداء الطاقه هي اللي كتنشطنا الطاقه ما يمكنناش نقولوا ما ناكلوهاش ويني ما خصنا ناكلو بزاف حتى هي 25 حتى ل 50 غرام ونجتنبوا مادام حنا نجتنبوا التدخين فتا هو مع تغيير العادات الغذائيه الناس كيقولوا كاين بون سيغاريت ولا مع الغداء فهو لا سيغاريت راه كتاثر على الامراض اللي تطرقتي لهم في المقدمه اللي هما حصى الكيلو والفشل الكلوي والورم. هنا باش نعرفوا بان راه التغذيه اثرت علينا وشنا هي الاعراض على هاد يعني هاد المناطق هادو وشنا هي الاعراض اللي تخلينا او دفعنا اننا نمشيو عند نديرو التشخيص نمشيو عند متخصص في المجال. تمام مدام حفاه هو مدام حامي غادي تبدلوا العادات ديالي في التغذيه اول ملاحظه راه بسيطه كيقولوها لنا بزاف المرضى كيلاحظوها بعض الناس اذكياء عندهم شويه الحاسه السادسه كيقول لك ان البوله ديالي كنشوفها عادي ملي كنطلع عليها دابا كنشوف فيها الرغوه بزاف بحال هكا شوف فيها الرغوه هذا كيعني راه في العادات الغذائيه ديالي راه كاينه شي حاجه غير سليمه خصني نبدلها خصني نستشر سواء مع طبيب البوله الكيلي ولا طبيب ديال اختصاصي في التغذيه حتى هما كيعطيو نصائح في هادشي ولا غير مع الطبيب ديالي ديال الطب العام هنا كنلاحظ ومادام حنا كنلاحظ ان سميتو البوله ديالي اللي كانت كتراوح ما بين اللون الابيض ولا لون الواحد الاصفر باهت كتولي صفراء بزاف بحال الزعفران ولا كتولي دايره بحال اتاي بيت يعني ولات بحال اتاي بيت عاود خصني نستشر مع الطبيب الكيلي ولا العكس يعني ان كنلاحظ الاسبوع كله شحال هذا مولف كنشوف اللون ديال البوله ديالي مره بيضاء مره صفراء وداز واحد الاسبوع وانا كنشوف اللون ديالي ابيض بحال الماء هذا حتى هو خصني ينبهني باش نشوف طبيب ديال المسالك البوليه
وعاوتاني بعض الحالات الكيليا هي اللي كتعطينا شويه راحه البال في الجهاز الهضمي وفي سميتو وفي العضلات ديالنا بالمواد اللي كتنتج وفي العظام. فمثلا الانسان اللي وصل 70 ولا 80 عام ماشي مشكل يكون عنده شويه عصر في الهضم ولا شويه حرق العظام. وإن أنا إلا مازال ما فتش 30 سنة وكنحس عظامي كيضروني، العضلات ديالي إلا درت غير مجهود قليل كيضروني والشهية بدات كتهرب لي، راه من بين فوالا التحاليل اللي خصني ندير تحاليل ديال الكلية. نعم كتشي مرض بزاف الناس غير تسبقوا الجهاز الهضمي عند الزملاء ديالنا ولا يمشيو عندهم الروماتيزم، وخلال التحريات فالزبيد ديالنا ديال الروماتيزم ولا ديال الجهاز الهضمي كيجبر أن راه السبب هي الكليه ديال المريض بدات كتعيا والمعاناه اللي حس بها المريض حس بها على شكل الام في الظهر ديالو نعم. في العضلات ولا فقدان شهيه نعم. وعاود ما دارت حنان سميتو الالم كنا تكلمنا عليه واحد النوبه. فالالم الا كيجيني مره في شهر ولا مره في شهرين يخفف وكيمشي هذا ربما كيكون عياء بسيط، وين الا الالم كيفوت فيا اكثر من 3 ايام 4 ايام في الظهر ديالي راه كاين جوج اسباب، سواء راه عندي بدايه روماتيزم ولا بدايه ديال مرض الكيلي اللي خصني نحاول نتعرف عليه مدار الحال قبل ما ندخل في مراحل الخطوره. مراحل الخطوره اللي غنولي نقول الدم مثلا ولا وديك الساعه الى بلت الدم ومشيت عند ورا عند الطبيب فكاين احتمال صغير باش يلقى عندي سواء بدايه ورم ولا بدايه حصى صغير، ولان كاين احتمال كبير يجبر ان عندي الورم في مرحله متقدمه. نعم. ولا الحجره راه في مرحله كبيره اللي ما يمكنش الطبيب يعطي لها غير الدواء تهبط اللي غيخص يدير الجراحه الكبيره لا ماكروسكوبي. هذا ماذا بحال بالنسبه للاعراض ديالي اللي غادي نرد لهم البال على الصحه الكليه ديالي. الكليه ديالي نعم. فوالا غنهبط ماذا بحال لتحت باش نشوف شنو هما الاعراض اللي راني تغيروا العادات الغذائيه ديالي ولا خصني نشوف شي حاجه راني كنهمل شي حاجه في الماكله ولا راني بالعكس راه عندي صيغه متعه لواحد الحاجه انا كنتشهاها بزاف كدير لي المورال صيغه كدير لي المعنويات وين راه فيها ضرر. نعم بزاف الناس مثلا شحال تيقول لك انا كيعجبوني التقي وتات كيعجبني مع هذا تمام احلالي ديما واحد لقيته معينه مثلا نعم لا ريبيتي لو فيت دو ريبيتي هذيك الحاجه اللي كتحلالي وكتولي عاده كيجي الضرر تما كيجي الحصى ما كيجي الفشل الكلوي وما كيجي الورم. ديما ما نخليش الشهوه ديالي ندير من حقي تكون عندي صيغه متعه مع الماكله وين يجي دواله فاغي نوع باش نطيحي على حاجه وحده كنوع نوع الا طحت على حاجه وحده عرف راني كنهبط راسي بالحصى الكليه وكنهبط راسي بالورم الله يستر وبالفشل الكلوي. دابا حنا غادي دابا نطرق لشنو الحاجه اللي غطت لها البال الصحه ديالي ديال الكليه. دابا غنهبط لتحت باش نشوف سورتو الرجال شوف الصحه ديالي ديال البروستات والصحه ديالي واش انا ملي غنزيد في السن مهدد بالضعف الجنسي ولا لا. فالعلامات بسيطه فالعلامات هو ان مثلا شحال هذا كيكون عندي واحد انتصاب بدون اثاره كنسميوه ليغيكسيون نوكتورن ولا ماتينال كتكون عند كاع الرجال كيعرفوها ما فيجيتاتيف. فاذا به فجاه لاحظت ان كنوض في الصباح ما عنديش انتصاب صباحي ولا في الليل اطار يعني خصني هنا خصني نستشر مع الطبيب باش نقول له هذه الملاحظه ويدير التحريات. حيت الا دار التحريات كاين دواء بسيط اللي كيهنيني من الفشل الجنسي النهائي. اما نعم. الا خليت حتى ولا هذاك الشيء اذا كانت مضاعفات كيولي نهائي كيولي نهائي وكيولي الحل ماشي مستحيل ما صعيب. اللهم الا عقد هربات غير انتصاب الذكري الصباحي اللي انا موالفه ملي كنمشي نتبول ولا المسائي ديال الليل نستشر مع الطبيب حيت كاين واحد التغير كيكون تو سامبلومون في الهرمونات الراجل واللي دارته هي الماكله نعم. كثرت من هذه وكثرت من هذه هي اللي ديرو وعاود ما نمشي غنمشي للموضوع ديال سميتو ديال فتره التبول اللي كنا طرقنا لواحد النوبه عند النساء وعند الرجال. يعني وليو باش نتضرب بحال الناس بعد 9 ولا 8 عاد نمشي ندير فوالا لو بيبي التبول ديالي نعم. كنلاحظ انا وليت كنمشي كل ساعه ولا جوج هنا خصني نشوف الطبيب ربما من خلال واحد التحليله كنديروها ديال البول وحده كدار في الصباح وحده كدار على طور 24 ساعه كيعطي المختبر واحد الفيديو ديال جوج لتر كتسموها لا بروتينوري لا كريستاليزي دو 24 وفي هذه مدام حنان علاش نديروها حيت واخا ناخذوا توامين توام كيتشابهوا وين الا درنا لهم التحليله راه التكوين الكيميائي للبول ديالهم راه ما كيتشابهش نعم.
هذه الناس انسان يديرها الى عنده هذا الحاله ديال كنمشي كثر التبول، فمن خلال هالمختبر كيعطي الطبيب تيقول له هذا السيد في البول ديالو هل كثير، والطبيب ملي غيشوف هذيك المواد الكثيره، واش المغنيسيوم، واش الكلور، واش الليسيترات، واش الاسيد اوكساليك، واش الفوسفور، غادي يقول لك في التغذيه هل تجنب، راك انت كتكثر من هذه. نعم. والعكس عاود المختبر غيقول ان هذا السيد اللي قدامنا العينه ب 24 ساعه البول ديالو راه عنده نقص في الماده التال وتال وتال وتال، وهنا الطبيب كيقول راك كتهمل واحد المواد اللي هي صح هي الوظيفه ديال النبوله ديالك، وظيفه الكليه، راه خصك تناول تال. فوالا هذا مثلا العامل المشترك ما بين المراه والراجل على سلامه النبوله. ومن بعد غادي نمشي للبروستات، فثبتنا مدام فعلا ان سميتو كاين علاقه قويه ما بين سيرتو الكونسير اللي يصل الورم للبروستات، لما الانتفاخ الحامد هذاك ما كيشكلش واحد المشكله للطبيب المعالج ولا المريض، فبحال اللي فيهم عندكم انتم النساء. نعم. وفيهم كاين المراه اللي غتعيش معاه ولا تاخذ عليه البيلول، والانتفاخ الحامد راه عادي كاين اللي يتعيش معاه مدى الحياه ولا يدواء خفيف، وان الورم مدى مشى لاحظنا ان عنده علاقه بكميه الدهون اللي كانت بزاف، وواش عندي انيكيليبر، واش عندي توازن ما بين البروتينات النباتيه اللي راه هي مزيانه فيها كل خير، والمغرب بلد البروتينات النباتيه. واش عندي توازن ما بين البروتينات النباتيه والحيوانيه. فالديال مدام حنان هو ان وسط 7 ايام راه خصني نحاول نستاند واحد يومين ثلاث ايام من ديك 7 ايام ان البروتينات ناكلهم غير من الخضر اللي كاينه في المغرب معروفه البروتينات النباتيه. واني لا انا 7 ايام على 7 ايام وفي 30 عام 40 ديما ان فين ما فكرت في البروتين خصنا نجيبه من الحيوان، واخا الناس بعض المرات كيشكروا الحوت ولا كيشكروا ولا الابيض، لا راه مادام البروتين حيواني الا كثرت منه راه مضر. نعم. سواء ديال الدجاج البيض ولا ديال سميتو الابقار ولا ديال هذا، فديما وسط الاسبوع الا بغيت البروستات ديالي نحميها من ولا من الظاهره اللي قلت قبيله اللي هي لاغوش صدى اللي كتفضل الخليه، فخصني راه الا كثرت من الحمل اللي كيجي من البروتين اللي كيجي من الحيوان راه كنعرضها للصدى، ومني كتصدع الادين ديالك كيتهرس، وتما كيبدا الورم ديال الكونسير ديال البروستات. نعم نعم. هنا ملي كنعرفوا هاد الاعراض وكنمشيو نشخصوا، بالنسبه لوسائل العلاج هل هناك علاج، يعني خصوصا ملي كيمشي الانسان يشخص في بدايه ديال المرض، وكذلك حتى ملي كتكون مضاعفات، هل هناك علاج لهاد الامراض ام لا، ام هناك يعني الوقايه اللي هي الانسان يراقب شويه التغذيه ديالو ويعرف امتى ياكل واشنو ياكل؟ ولا فهو مادام حنا العلاج كاين، خصني هاد الاعراض اللي تكلمنا عليهم قبيله انا وياك الى بانوا بكري نجي مبكرا، الى جيت مبكرا هادشي كله اللي وصفتو كيتعالج غير بالادويه. نعم. يعني الحصر يمكننا نهبطوهم بادويه وبريجيم، حنا كنرجعوا للوقايه الطبيعيه. نعم. الفشل الكبير الى يلاه بدا حتى هو يمكن لي مسيطر عليه، الا كان عاد بادي بالدواء وتا هو عاود نرجعوا للوقايه، فيقول لك الطبيب ها اللي راك تفرط عندك الافراط في هذه خصك تنقص منها، وعندك هذه راه ناقصه كتهملها خصك تزيد فيها في التغذيه، والورم مادام حتى هو الى 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 عقلنا هذه. نعم. مرحله متقدمه الحمد لله. لا بالنسبه للنبوله دابا ولا التطور العلمي اللي وقع في النبوله غير من 2000 لهذا الشيء، التطور العلمي اللي وقع في ورم الكيلي ولا غير من 2009 2010 هذه كاينه جديده، والبروفات هما مادام حنان الى المريض جاب كري وانتبه لهاد الشيء الزياده في الوزن ولا هاد الشيء اللي كياكل ودرنا تشخيص مبكر، راه ما غنوصلوا لا للجراحه ولا للعلاج بالاشعه اللي هي الراديوثيرابي ولا الشيميوثيرابي اللي واخا كتعالج المريض مسكين كتخسخ له الحاله ديالو، فكاين ادويه بسيطه وكاينه وقايه يسفينا نراقب ولا الى انتبهت لان التغذيه ديالي راه ما ماشي انا اللي عازلها، هي اللي امبوزي عليا في ظروف العمل كنقز هنا وهنا وما كنظمش الغذاء وبانوا عندي شويه من هاد الاعراض اللي تكلمت، الى درت فحص عند الطبيب العام دابا راه عارف هذا الشيء ولا في الاختصاص ديالنا مسائره ولات مقننه الى جا الانسان بكري. اذا الانسان بكري راه الحين كاين
كاين الحظوظ لي شونس دو سيرفي لي شونس ديال العلاج دو لا في دو لا سيرفي كاينين كبار الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك بروفيسور جنان عبد اللطيف الاخصائي بجراحه وامراض الكلي وكذلك امراض الجهاز التناسلي والبروستات وكذلك البروستات اللي دخل في امراض الجهاز التناسلي كذلك في العقم. شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوه وعلى هذه النصائح القيمه والى فرصه قادمه بحول الله.